عند حته مهمه جدا. والحقيقه انت ليك يعني زي ما بيقولوا الفضل الكبير في توضيح هذا الامر بالنسبه للمجتمع الطبي، لانه الحكايه دي كانت عامله مشكله كبيره. الاشعه، عيان بيروح يعمل، الانسان بيروح يعمل اشعه، طبقا للاشعه انت محتاج واو عمليه، انت كارثه، انت ازاي ماشي على رجليك؟ صح. الاشعه بتوريك. صح. انا بشوف ناس صحابي كده جايبين اشعات، تيجي تشوف الاشعه مخيفه وراجل ماشي وبيلعب بيتحرك عادي، مفيش مشكله خالص. فهنا نقف شويه قدام الحكايه دي، هل نحن في المجتمع الطبي نعالج اشعه ام نعالج اعراض، وكيف نميز بين الاثنين؟ الحته دي قضيه مهمه جدا. لا احنا طبعا احنا بنعالج مريض بالاعراض. انا يعني ساعات بيجي لي عيانين كتير، وبنقعد اول حاجه بقول له شكوتك ايه، اشوف الاشعات، ابدا اتخض واقول له غالبا دي عمليه، اكشف عليه اقول له لا انسى اللي انا قلته خالص، انت مالكش عمليه. واي حد يقول لك عمليه تسيبه وتمشي على طول. ليه بقى؟ لان احنا الاشعه انها ديسك او غضروف او مش غضروف، الغضروف ده مش مؤذي، مش سرطان يعني، يعني اخره بيبقى جنب العصب، لو العصب متضايق منه هيعمل اعراض، لو مش متضايق هيسيبه زي ما هو. كان لسه عندي مريضه من يومين نفس الموضوع، شفت اشعات عندها زعزعه فقرات انزلاق غضروفي، بسالها شكوتها ايه، بتقول لي الم في الظهر الصبح، بتمشي حضرتك؟ بمشي 3 ساعات. حضرتك مالكيش عمليه وعمرك ما هتعملي عمليه، وهي فوق 60 سنه، المها حتت تاني. وفي واحد بيبقى عنده الاثنين، فانت بتوزنها، هو هيخف بالعمليه كام في الميه؟ لو هيخف بنسبه كبيره 70-80 هنعمل له، لو هيخف 20-30 مش هنعمل له. طب ما نعالج ال 70-80 الاول وبعدين نسيب له ال 20-30 يعيش بيهم. فطبعا الاشعات هي مشكله، ان زي ما حضرتك بتقول التطور دلوقتي خلى المريض دايما عايز يكون شوف كل الدليل، اديني دليل، وده مريض الدليل بيخش من الاول، انا عندي ايه قول لي الدليل، وهخف ازاي او هخف ولا لا، وقول لي فحوصات اعمل اعرف ان هخف ولا لا، واذا خفيت اديني دليل ان انا خفيت. ده مريض الدليل يعني ماشي بالدليل على طول.